السلام عليكم ورحمة. اليوم رجع لكم تحديات المتابعين. شو متحديني؟ مصطفى متحدني نقراكم شو كاتب لكم وبحط لكم هنا. يعني التحدي الجاي كم كعب تقدر تجيبها في العارضة؟ ما حدد اي عارضة، فقدر العارضة اللي فوق واللي على اليمين وعلى اليسار، يعني كل جول موجود يبين عدل ان شاء الله يبين عدل. اول شيء ببدأ مصاب البلنتي، عندي 3 كور فحاول اجيبهم في العارضة اللي فوق، بنشوف كم واحدة نجيبها من 50. 50 زين الرقم صح؟ تمام نبدأ اول محاولة. فوق لازم حجبه موجوده، رغم الموجود الجو جميل اليوم بعد بالقوه. عرضة 90 شباب، اوه قريبه بل ما ابغى اطيرها البيت الثاني ولا شوي شوي. لا نمشي العارضة، نمشي العارضة، حط حدبة شوي على اوف. اوكي شوف ورا، هذا التحدي عرفت له. لا ما عرفت له. 12 زائد 4 13، خلصنا 16 شوتة بعدنا 16 ولا 20. حاولنا نرفعها احسن، ما متدرب عليها قبل ترى شباب، اول ما اوف قريبة. حسبة الرياضيات كلش، انا وانا 4 سرع عليك. واحد من التابعين هناك شوفني. 3 الحين صوب العروض. توقعت بيكون تحدي يا اسد. تحاول تجيبها في العرة؟ تحاول تحاول تشوتها على طول في العرة. اوكي ابغيك من هنا. اوكي في العرة اللي فوق. ايه يلا بنشوف من اول يقدر. يلا حاول حاول، ما عليه شيء تجيب الكرة، ما عليه حاول. يا اول واحدة يا يلا بعمر، لو تحطها في حدبة أكبر بعد عادي، يعني لو تحطها فوق تقدر تحطها فوق. ما أقدر فوق بس على جنب. على جنب؟ يلا تقدر على هذه من أول محاولة. نعطيك 10 محاولات نشوف كم واحدة يجيب. يلا أنا جبت واحدة. عفا خذ خذ هاي جنب، ركز مو بلازم قوة، اهم شيء تضربها. يلا الحين انت بعد. افا صح تعجبني صح. انا ما بطلع لين اجيب الثالثة، لازم اجيب الثالثة. تنحسب احسبوها. اوه قريبة الثالثة، وين الثالثة؟ يس الثالثة. الاديتر الاديتر كم من كم محاولة جبناها. شكرا مصطفى على تحديك، يعني بس كان ايزي، توقعت صعب بيكون ايزي. هاي سلسلة المتابعين، اكتبوا كومنتات بنسوي تحديات. فشكرا على المشاهدة، ترقبوا الفيديو الجاي، شوفوا هالفيديو.
هذا وضعي عقب التحدي. يوم كامل ريلي تعبرني ما قادر امشي حتى ما العب كره. سووا سبسكرايب تشوفون الحلقات الجايه. مع السلامه.